سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بشرح درس من دروس القواعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بسم الله توكلنا على الله. أحبابي وأعزائي الطلاب، اليوم نبدأ درسنا مع لام نافية للجنس، وهذا الدرس من القواعد في الصف الثاني الثانوي، أول درس نبدأ به، وهذا الدرس له أهمية كبرى، لأنه موضع سؤال أساسي في الامتحان إن شاء الله. لذلك عليك أيها الطالب العزيز أن تحرص حرصا تاما على أن تفهم شيئين مهمان، أن لا في اللغة العربية لها أنواع، لا كثيرة. يبقى قبل أن نفهم هذا الدرس يجب أن نعلم جيدا أن لا لها أنواع، فربما يخونك أو تخونك العين فلا تستطيع أن تفرق بين لا النافية للجنس وأنواع اللاءات الأخرى. لذلك أولا سنبدأ بما هي أنواع لا كما سوف نعرضها الآن. أولا من أنواع لا قد تأتي اسم بمعنى غير، مثل وقفت في النزال بلا تراجع، يعني بغير تراجع، وبلا هنا ستكون جار ومجرور. وممكن تأتي لا هنا حرف وهو على ثلاث أقسام، إذا كانت حرف فهي إما ناهية كما قال تعالى في كتابه العزيز لا تحزن إن الله معنا، وقال أيضا في كتابه العزيز فلا تكن من الممترين، وفي هذه الحالة تكون لا ناهية وهي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه. أما لا إذا كانت حرف أيضا فهي تأتي زائدة فلا تعمل شيئا ولا تدخل على الجملة الإسمية. مثال ما منعك ألا تسجد، من قوله تعالى أيضا ما منعك ألا تسجد، لقد وقعت هنا بين منصوبين، هو حرف الكاف في منعك، والأصل ما منعك أن لا تسجد، وأن هنا حرف ناصب للفعل المضارع وأدغم الحرفان فأصبح ألا تسجد. فإذا وقعت ما بين منصوبين فيجب علينا أن نعتبرها زائدة. أحيانا تكون زيادتها لتأكيد النفي كما قال الشاعر ما كان يرضي رسول الله فعلهما والطيبان أبو بكر ولا عمر. هنا لا أشركت بين الاسمين والفعلين في النفي. أنا أسرع في هذا الكلام لماذا؟ لأن هذا الجزء من أنواع لا ليس هو المقصود، ولكن المقصود هنا أو الأهم هنا هو لا الناهية، يجب أن نفهم جيدا لا الناهية، وهذا النوع مهم جدا، لا الناهية فهي تجزم الفعل المضارع. أما لا زائدة فهذه أمور زائدة، أن تكون زيادتها للتأكيد النفي أيضا ليس مهمتنا أن نركز على هذا النوع. الجزء الأول، الأخ عاصم، نتحدث الآن عن أنواع لا، وسوف ألخص أنواع لا في نهاية هذه الصفحة، فعليك أن تصبر قليلا حتى تستطيع أن تفهم. أولا نحن نتحدث عن لا النافية للجنس، وقبل أن أشرح لا النافية للجنس يجب أن تعلم أن لا لها أنواع، فقد تكون لا ناهية، وقد تكون زائدة، وقد تكون نوع يدخل على الفعل فلا يصنع شيئا، وقد يكون يدخل على الماضي أو المضارع أيضا فلا يصنع شيئا، لا تصنع لا هنا شيئا. لذلك أنا أتكلم بسرعة لأنني لا أهتم إلا بلا الناهية ولا النافية التي لا تؤثر في الفعل، ثم قد تدخل على الاسم وهذا هو النوع الرابع. فالاسم هنا قسمان، إما أن تدخل على اسم معرفة وإما أن تدخل على اسم نكرة، وكل هذه مقدمة عن لا. أنا لا لم أدخل
أدخل إلى الآن في شرح لا نتيجة للجنس، كل ما أفعله الآن هو مقدمة عن أنواع اللاءات، وسوف ألخص لك أنواع اللاءات في نهاية هذه الصفحة إن شاء الله. إذا دخلت لا على المعرفة أهملت ووجب تكرارها، فهنا لا تسمى اللا المهملة، ولا المهملة هنا لا تصنع شيئا فيما بعدها أيضا. لذلك أقول لا محمد قائم ولا علي، هنا حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقائم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. وقد تكون إذا دخلت على الاسم المعرفة تكون عاطفة، فهنا لا أيضا تكون عاطفة، وهذه لا أيضا مهمة جدا، هي لا العاطفة. لا العاطفة مهمة لأنها قد درست في السابق، ولكن كثير من الطلاب لا يأخذون حذرهم عندما تأتي لا العاطفة، فأقول مثلا نجح المجتهد لا الفاشل. هنا تدخل على الاسم النكرة أو المعرفة، إذا دخلت على الاسم سواء نكرة أو معرفة، وهذه هي لا العاطفة، تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها. وهنا نقول البعثة المصرية للحج أفواج لا أفراد، فنقول أن أفراد هنا اسم معطوف على أفواج، يبقى البعثة مبتدأ وأفواج خبر، البعثة مبتدأ وأفواج خبر. لذلك نعطف أفراد على أفواج، نعطف أفراد على أفواج، فنقول أفراد اسم معطوف أرجو من محاولة إصلاح الصوت، صدى الصوت، أستطيع أن أخفض الصوت قليلا حتى نستطيع أن نتخلص من صدى الصوت هذا إن شاء الله. مرة أخرى أيها الأصدقاء، إن من أهم أنواع لا أن تكون لا ناهية تجزم الفعل المضارع، وقد تكون لا مهملة ويجب تكرارها، لا محمد قائم ولا علي، وسنعاود أيضا شرح هذه النقطة. وقد تكون لا عاطفة، فهذه في هذه الجملة مثل نجح المجتهد للفاشل. أما إذا دخلت على نكرة فتعمل عمل ليس، أقول لا خير ضائعا، المقصود ليس خير ضائعا، هنا تنفي الفرد الواحد أو تنفي الوحدة. انتبه أيها الأخ الكريم، لا كي تعمل عمل ليس يجب أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. انظر، لا خير ضائع، لا خير ضائعا، لا خير ضائعا، لا خير ضائعا، نكرتين. لا خير ضائع ضائعا، يبقى لا لكي تعمل عمل ليس يجب أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا يصح أن تقول لا مذموما صادق، فيجب أن تقول لا صادق مذموما. الخلاصة أيها الطالب العزيز أن لا النافية للفعل لا تؤثر فيه إعرابيا، هذه أول نوع. أقول لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي يتصنت على الناس. وقد تكون لا ناهية جازمة للفعل المضارع، فأقول لا يدع أحد منكم التفوق يفوته،
ولا قد تكون مهملة إذا فقدت شروط لا النافية للجنس. وما هي بقى شروط لا النافية للجنس؟ وكيف نتعرف على ذلك؟ سوف نبدأ في معرفة لا النافية للجنس من خلال لا التي تعمل عمل إن. وقبل أن ننسى، هناك لا العاطفة أيضا، أقول يصدر القطن لا القمح، ثم لا النافية للوحدة التي تعمل عمل ليس، وهي من كان أخواتها أو من أخوات كان، أقول لا شهيد ميتا بل حيا عند الله يرزق. في هذه الجزئية كيف يأتي السؤال؟ قبل أن أبدأ في شرح لا النافية للجنس، دائما يأتي السؤال هكذا: بين لا المهملة من لا العاملة مع بيان السبب. هذا السؤال يأتي في التدريبات دائما، وأهمية هذا السؤال أنه يجعلك تفرق جيدا بين لا النافية للجنس وبين بقية اللاءات التي قد ستشغلك الآن عندما تفهم لا النافية للجنس. الآن أصدقائي، قبل أن أبدأ في شرح لا النافية للجنس، هل هناك سؤال فيما مضى أو في الجزئية التي مضت؟ تمام، نبدأ في لا النافية للجنس. ما معنى لا النافية للجنس؟ هي تنفي جميع أفراد الجنس، يعني هي تنفي خبرها عن جنس اسمها. لو قلت لا امرأة ولا لا امرأة في الحديقة، لا امرأة في الحديقة، إذا أنا أنفي أي جنس نساء في الحديقة. وعندما أقول أيضا لا تلميذ مهمل، أنا أنفي جميع جنس الإهمال عن أي تلميذ. فهنا هذا هو معنى نافية للجنس. طب ماذا تعمل لا النافية للجنس؟ وإن عملت، هل تعمل وحدها أم بشروط؟ تعمل عمل إن وأخواتها الناسخات، فتنصب اسمها وترفع خبرها بشروط ثلاث. أول شرط حتى أعرف أن هذه لا النافية للجنس وليست لا المهملة ولا لا النافية ولا لا الناهية ولا لا العاطفة، أول شرط أن يكون اسمها وخبرها الاثنين مفرد نكرتين، وألا يفصل بينهما بين اسمهما فاصل، والشرط الثالث ألا يسبقها حرف جر. نبدأ بالأمثلة. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، لا تلميذ مهمل، فنشاهد أن الكلمة التي تحتها خط تلميذ، هذه الكلمة كما ترى هي ستسمى اسم لا النافية للجنس، ومن صفاتها أنها نكرة. فإذا نحن نبدأ نضع يدنا على اسم لا النافية للجنس، يجب أن يكون نكرة خاليا من الألف واللام. فلو قلت لا المدرس حضر ولا اعتذر، لا المدرس حضر ولا اعتذر، يبقى هذه اللا ليست نافية للجنس، هذه اللا ليست نافية للجنس. المثال الثاني: لا كتاب علم يخلو من فائدة، من الفائدة. لا كتاب علم يخلو من الفائدة. هنا أيضا لو لاحظنا سنلاحظ أن كتاب نكرة، ولكن أضيفت إلى نكرة، فسوف نلاحظ أنها خالية أيضا من الألف واللام، ولكن مضافة إلى نكرة، وسنعرف بالتفصيل ما هذا النوع. لكن إذا فصل بين لا وبين الكلمة التي بعدها بجر ومجرور، مثل هذا الجر والمجرور اللي هو في الفصل، أصبحت أيضا لا هنا
غير عاملة كما ترى، هي هنا غير عاملة يعني ليست لا نافية للجنس، يعني هي مهملة أو هي لا تعمل عمل إن وأخواتها. هذه اللا من اللاءات النافيات للجنس، وإنما هي لا زائدة أو مهملة أو فقدت عملها. لذلك هذه القاعدة، انظر، لا زائد فاصل زائد نكرة يبقى لا تعمل، لا زائد معرفة زائد نكرة أيضا لا تعمل، حرف جر زائد لا إذا لا تعمل. كل هذه تجعل لا ليست لا نافية للجنس. لذلك أحب أن أعيد هذا الكلام وأقول يجب أن يكون اسم لا نكرة. من هنا نستطيع أن نسأل سؤال، ما أنواع الاسم الواقع بعد لا النافية للجنس، أو ما أنواع اسم لا النافية للجنس؟ هل يأتي الشكل واحد أم أن هناك أنواع؟ هناك ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو المفرد، وكلمة مفرد هنا ليست مضادة لكلمة مثنى أو جمع، ولكن مفرد هنا بمعنى ليس مضافا ولا شبيها مضاف. سنعرف الآن كيف يأتي اسم لا، الكلمة النكرة التي تأتي بعد اسم لا، سنعرف الآن كيف تأتي مفردة أو مفرد. هو مبني على ما ينصب به من ناحية الإعراب ومن ناحية البناء. سنتكلم عن اسم لا أولا ونوعه، ثم نربط ذلك بإعرابه. فعندما أقول لا منافق محبوب، أو لا منافقين محبوبان، في هذه الحالة أنا أتحدث عن اسم مفرد. ولو قلت لا منافقين محبوبون، أيضا أنا أتحدث عن اسم لا مفرد. فكيف أن هذا مثنى ومنافقين جمع وأقول أن اسم لا مفرد؟ لأن هنا كلمة واحدة ما بين لا وما بين الخبر، وهذه الكلمة الواحدة ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، فأقول أنه مفرد. من هنا أستطيع أن أتحدث وأقول أن اسم لا إذا أتى مفردا يبنى على ما ينصب به. فكيف أعرب منافق هذه؟ منافق هذه تعرب كالآتي، منافق هذه تعرب كالآتي: اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب.
اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. لماذا؟ لأن منافق هذه اسم لا مفرد وتنصب بالفتحة، فهي تبنى على ما ينصب به، إذن هي مبنية على الفتح. أما لو تحدثنا عن منافقين فنقول اسم لا، نقول اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. أما إذا تحدثنا عن منافقين نقول اسم لا مبني على الياء، مبني على الياء لأن جمع مذكر السالم ينصب بالياء في محل نصب. لو قلت لا منافقات محبوبات هقول اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، لأن جمع المؤنث السالم آخره ألف وتاء ينصب بالكسرة، فلذلك اسم لا نافية للجنس إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به. هذه القاعدة الأولى والأساسية. كيف أستطيع أن أفرق بين لا النافية للجنس المفرد، اسم لا النافية للجنس المفرد، واسم لا النافية للجنس المضاف؟ انظر إلى الفرق بين لا النافية للجنس المفرد والفرق بينها وبين المضارع. ما عدد الكلمات التي بعد لا حتى تصل إلى الخبر لا النافية للجنس؟ عندما أقول لا طالب علم مهمل، فهنا الخبر مهم جدا حتى تستطيع أن تفهم أن مهمل هي الخبر، فالعلاقة أو المسافة ما بين الخبر ولا النافية للجنس عبارة عن كلمتين: طالب علم، مروجي شائعات، الخبر هو يحبهم الناس. والخبر هنا خبر لنا في الجنس جملة فعلية في محل رفع، خبر لنا في الجنس. وأيضا لا ذا تضحيات منسي، منسي صحيح، فمنسي خبر مرفوع، خبر لأن في الجنس مرفوع بالضمة. والفرق أو المسافة ما بين منسي ولأن في الجنس هي كلمتان ذا تضحيات. فلتعلم أيها الأخ العزيز وأيها الطالب أن المسافة إذا كانت كلمتين يبقى يجب عليك أن تقول أن نوع اسم لا هنا مضاف، وفي هذه الحالة يعرب أو تعرب كلمة طالب اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة، اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة. مرة أخرى، اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة. طيب إذا كان اسم لا النافية للجنس هنا منصوب بالفتحة، فأنا أيضا أريد من سيادتك أن تجعل طالب هذه للمثنى، لا طالب علم مهمل، فماذا أقول في المثنى؟ في هذه الحالة أقول لا طالبي علم مهملان، لا طالبي علم مهملان. طب ماذا لو أردت أن أجعلها جمعا مذكرا سالما؟ أو لا طالبي علم مهملون، لا طالبي علم مهملون. في الحالة الأولى لا طالبي علم مهملان، كلمة مهملان اللي هي الخبر أعلمتني أن هذه الكلمة
اسم لأن فعل الجنس منصوبة بالياء لأنه مثنى. أما إذا كانت مهملون فستكون طالبي اسم لأن فعل الجنس منصوب بالياء لأنها جمع مذكر سالم. أما الكلمة النكرة التي تأتي بعد اسم لا مباشرة فهي تعرب مضاف إليه، تعرب مضافا إليه. لا طالب علم مهمل، لا مروجي شائعات يحبهم الناس. فماذا تعرف كلمة ذا؟ أعطيك دقيقة حتى تستطيع أن تفكر في إعراب كلمة لا. نحن نعلم أنها مضاف فيجب أن تكون منصوبة، فهنا إعراب وليس بناء. هنا حالة إعراب وليس بناء. أما في المفرد فهو بناء وليس إعراب. يبقى في المفرد هي حالة بناء، أما في الإعراب أما في المضاف والشبيه بالمضاف فهي حالة إعراب. فنقول هنا في المفرد اسم لا مبني في محل، أما في المضاف فأقول اسم لا منصوب مباشر. سأعطيك دقيقة لكي تحاول يا صلاح، أكرمك الله، أن تعرف ذا. أستطيع أنا أن أعربها؟ ده هنا تعرب اسم لا منصوب اسم لا منصوب بالألف، نعم، لأنه اسم من الأسماء الخمس، تمام، تضحيات مضاف إليه مجرور بالكسر. النوع الثالث من اسم لا النافع للجنس وهو الشبيه بالمضاف، بمعنى أنه يحتاج إلى جار ومجرور أو معمول يتمم معناه، ودائما أيضا يكون معرب وهو منصوب. أقول في الأمثلة: لا كتابا للعلم يخلو من فائدة، لا مؤد عمله مكروه، لا مروجين للشائعات يحبهم الناس. انظر الفرق بين مروجي شائعات ومروجين للشائعات. لا متقنات عملهن مذمومات. هذا النوع ويسمى شبيه بالمضاف. ما الفرق بينه وبين المضاف؟ هناك فرق بين اسم لا المضاف واسم لا الشبيه بالمضاف. انظر معي، أول شيء أن المسافة ما بين لا، المسافة ما بين لا وما بين الخبر كلمتان فقط، طالب علم. لكن انظر هنا المسافة ما بين لا وما بين الخبر، تجد كتابا وحرف اللام وكلمة العلم.
فهنا ثلاث كلمات نفس الموضوع، فنجد هنا لا ثم الخبر هو مكروه، فبالتالي نجد مؤدي هذه كلمة وعمل هذه كلمة ثانية، والهاء الصغيرة هذه هي الكلمة الثالثة. فلذلك نجد أن هناك ثلاث كلمات ما بين لا وبين خبرها. وهذا هو الفرق الأول والواضح، أن ما بين لا في المضاف وخبرها كلمتان، ما بين لا وخبرها تلاقي كلمتين، أما في الشبيه بالمضاف ما بين لا وخبرها لا كتابا للعلم ماله يخلو من الفائدة، فهذا هو الخبر، فهو ثلاث كلمات، هذه كلمة اسم، والكلمة الثانية حرف جر، والكلمة الثالثة اسم، وهنا أيضا مؤدي عمله مكروه. وهنا مروجين للشائعات، برضو الخبر هنا يحبهم الناس. أما في العبارة الأخيرة والمثال الأخير، لا متقنات، لا متقنات عملهن، مالهم مذمومات، هذا هو الخبر. تجد هنا ضمير، هذا الضمير يعطي كلمة ثالثة، فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الشبيه بالمضاف هو المضاف. ما الفرق الثاني؟ الفرق الثاني أن المضاف لا ينون اسم لا أبدا، أما الشبيه المضاف ينون اسم لا في حالة الإفراد، فقل لا طالب علم، هنا لا كتابا للعلم، هذا هو الفرق الثاني. أما الفرق الثالث وهذا هو الأهم، هو في حالة المثنى أو الجمع تحذف النون عند الإضافة لا مروجي شائعات، أما في الشبيه بالمضاف لا تحذف النون عند الشبيه بالمضاف اسم لا مروجين للشائعات، فهذا هو الفرق الثالث. أخي وحبيبي أيها الطالب المستمع، انتبه إلى الآتي: يجوز حذف خبر لا النافية إذا فهم من سياق الكلام، بمعنى عندما أقول الله موجود لا شك، فهنا لا نافية للجنس، وشك هو اسمها، يبقى لا شك، شك اسم لا، النافية للجنس، مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، وخبرها محذوف جوادا في تقدير في ذلك أو تقديره في ذلك. انظر إلى مثال لا إله إلا الله، فالمقصود لا إله موجود إلا الله، وأيضا مع كلمات وجمل لا مفر، لا بد، لا محيط، لا جدال، فخبرها محذوف وجوبا جوازا، آسف، جوازا تقديره في ذلك. انتبه أيضا إلى جزئية أخرى، إذا فقدت لنا في الجنس أحد الشروط فإنها تهمل ويلغى عملها، فالشرط هنا الكذب اسم معرفة، ونحن اتفقنا على أن يكون اسم لا ناكرة، وبالتالي فقدت لأن في الجنس شرطا أساسيا ألا أن يكون اسمها ناكرة، فهي هنا مهملة ملغية لا عمل لها ولا تعمل عمل إن، فلا تنصب مبتدأ ولا ترفع خبر. وهنا أيضا لا بيننا جائع، فصل ما بين لا وجائع في فاصل شبه جملة بين ونا، فأيضا فقدت عملها. أنت مجتهد بلا شك، سبقت لا بحرف الجر ففقدت عملها كناصبة للاسم بعدها. ملحوظة أخرى أو انتبه أيضا إلى شيء مهم، ألا هو يجوز أن تدخل همزة الاستفهام قبل أن في الجنس، مثل ألا رجل في البيت، ألا رجل في البيت، يبقى رجل اسم لنا في الجنس مبني على الفتح في محل نصب. أحب أن أذكركم أحبابي وأصحابي لأن علامات النصب كما نعلم هي الفتحة
إذا كان الاسم مفردا أو جمع تكثير، الياء إذا كان الاسم مثنى أو جمع مذكر سالم، الكسرة إذا كان الاسم جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم آسف. يبقى الكسرة علامات النصب إذا كان الاسم جمع مؤنث سالم. يبقى هنا خطأ يجب أن تعدل هذه الكلمة إلى مؤنث. أيضا من علامات النصب الألف إذا كان الاسم من الأسماء الخمس. لاحظ أن النون المثنى ونون جمع المذكر السالم والتنوين تحذف عند الإضافة في اسم لا النافية للجنس. أشكركم شكرا جزيلا على الاهتمام، والآن ننتقل إلى شيء آخر ألا وهو التدريبات على درس لا النافية للجنس. التدريب الأول، ونحاول معا أن نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، استخدم الاسم الأول بعد لا النافية للجنس بحيث يكون مفردا مرة ومثنى مرة أخرى وجمعا مرة. فإذا استخدمت طالب علم ماذا أو كيف أجيب على هذا السؤال؟ لا طالب علم، لا طالب علم مهان. هذه هي الجملة الأولى. فماذا لو استخدمت هذه الجملة بطريقة المثنى؟ سأقول لا طالب من معي يستطيع أن يكمل أسرع. لا طالبي علم مهانان. هذه هي الجملة الثانية. طب الجملة الثالثة، الجمع قل لا طالبي علم مهانون. ما الفرق بين هذه الكلمة طالبي وطالبي وطالبي؟ هنا مثنى وهنا جمع. الذي أخبرني بذلك هو الخبر. عندما أقول لا طالبي علم مهانون هذا نطق سليم، عندما لا أقول لا طالبي علم مهانان هذا نطق سليم. هذه الجملة الأولى في حالة
إفراد، ولكن نوع اسم لا هنا مضاف، وهذه الحالة مثنى، ولكن نوع اسم لا هنا مضاف، وهذه الحالة الثالثة وهي جمع، ولكن نوع اسم لا هنا مضاف. فالسؤال الثاني، بين السؤال الثاني، اجعل الاسم الأول مفردا والثاني مضافا والثالث شبيها بالمضاف بعد لام نافية للجنس. فالاسم الأول هو حياة، حياته كلمة حياة أريد أن أجعلها في جملة كاملة، فماذا أقول؟ أقول لا حياة مع اليأس، أو لا حياة سعيدة بجمال. هذا هو النوع الأول الذي أريده، وهو عندما تكون لا مفردة، عندما تكون اسم لا مفردة. فأريد كلمة مقدرين وهي مضافة، قول لا مقدري درجات يظلمون، لا مقدري درجات يظلمون، هنا حذفت النون للإضافة. أما الكلمة الثالثة فهي متقنات، فنريد أن نجعلها شبيهة بالمضاف، نقول لا متقنات عملهن نادمات. هنا ما بين لا وخبرها كما نرى ثلاثة كلمات، وأتت كلمة تبين معنى الإتقان في ماذا، فأتى متقنات العمل، فمتقنات لا متقنات عملهن نادمات. متقنات هنا تعرب اسم لا النافية للجنس منصوبة بالكسرة إنها جمع مؤنث ثالث، وعملهن مفعول به الاسم الفاعل متقنات منصوب بالفتحة، وهن ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ونادمات خبر لا نافية للجنس مرفوع بالضم. السؤال الثالث، أستاذ عصام الصوت، لا أسمع أي صوت هنا، أحاول أن أتعامل لكن الصوت أعتقد أن فيه مشكلة. نحن الآن أيها الأصدقاء نجيب على أسئلة درس لا نافية للجن،
السؤال الثالث، بين نوع اسم لا وأعربه. لا عذر لمهمل، لا عذر لمهمل، هل من مجيب؟ لا عذر لمهمل. وائل، صلاح، يسرى، حاول أن أقرأ حتى بعض الإجابات، ولا أعلم إن كان الصوت، ولكن أظن أن هناك مشكلة في الصوت، لذلك أحاول أن أجيب كتابة. لا عذر لمهمل، فعذر هنا مفرد، اسم لا مفرد، وإعرابه اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لا متفوقين أقوياء، النوع أيضا مفرد، وإعرابه اسم لا مبني على الياء في محل نصب، النافية للجنس. لا طالب علم مهمل، نوع اسم لا النافية للجنس هنا هو اسم لا منصوب بالفتحة وعلم مضاف إليه. لا طالب، اسم لا منصوب بالفتحة والنوع هنا مضاف. لا مجيب دعاء غير الله، لا مجيب دعاء غير الله، هنا النوع أيضا مضاف واسم لا هنا منصوب بالفتح. لا راضيا عن الذل حر، أما هنا اسم لا فهو شبيه بالمضاف وإعرابه اسم لا منصوب بالفتحة. لا فاعلا معروفا منبوذ، اسم لا هنا شبيه بالمضاف ويعرب اسم لا منصوب بالفتحة. جئت بلا موعد، وإذا خطبت أحدهم تقول جئت بلا موعد، فأقول موعد هنا مهملة، موعد هنا اسم واقع بعد لا المهملة، فإذا الباء تتخطى بإعرابها فيصبح كلمة موعد اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، فالباء ألغت عمل لا، وهذا جعل موعد اسم مجرور، أو جعل موعدا اسم مجرور بالباء. السؤال الرابع، عين فيما يأتي اسم لا، وهذا أمر سهل لأن الاسم الواقع بعد لا مباشرة هو اسمها، وبين المعرب منه والمبني. فلكي تعرف المعرب من المبني يجب أولا أن تعرف نوع اسم لا، فإن كان مفرد سيكون مبنيا، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف سيكون معربا، وهذا هو السبب. فإذا قلت مبنيا فالسبب لأنه مفرد، وإذا قلت معربا فالسبب لأنه مضاف أو شبيه بالمضاف. فنقول الإيمان
سبيل الاستقرار النفسي ولا ريب. لاحظ هنا الواو، لا تخف من الواو، بلا ريب الباء تهمل العمل لا، لكن ولا ريب الواو لا تؤثر بشكل أو بآخر، فستكون اسم له هي ريب، وريب سيكون هنا مبني، اسم لا مبني، والسبب لأنه مفرد، اسم لا هنا مفرد، والاسم لا إذا كان مفردا فهو مبني على ما ينصب به، أذكركم يا أحبابي، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. اسم لا الثاني هو حافظ، لا حافظ ود نادم، ولكن هنا المسافة ما بين لا وبين الخبر كلمتين، كلمتان، فبالتالي حافظ اسم لا منصوب بالفتحة وود مضاف إليه، وهنا هو معرب، والسبب لأنه مضاف. السؤال جيم، لا محترقا بلهيب الحياة المادية سعيد في حياته، أين الخبر؟ هو سعيد، المسافة ما بين الخبر، المسافة ما بين الخبر وما بين لا سنجد أنها أكثر من كلمتين، فهنا شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف من المعروف أنه معرب. السؤال السادس، اجعل اسم لا فيما يأتي لغير الواحد، كان اجعله للمثنى أو للجمع، لا ناصر حق نادم، في حالة المثنى أقول لا ناصري حق نادمان، أما في حالة الجمع أقول لا ناصري حق نادمون. أحبابي سنجد أيضا لجمع المؤنث السالم مكان عندنا، سنقول في جمع المؤنث السالم لا ناصرات حق نادمات. هنا إذا أردنا أن نعرف لا ناصرات حق نادمات، غير أن أقول لا ناصرات للحق نادمات، فالفرق هنا لا ناصرات حق نادمات، يكون اسم لا هنا مضاف، فنقول اسم لا النافية للجنس منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وحق مضاف إليه، ونادمات خبر لا النافية للجنس مرفوع بالضم. أما هنا عندما قلنا ناصرات للحق، قل اسم لا النافية للجنس منصوب بالكسرة ولكن شبيه بالمضاف هنا، للحق جار ومجرور، ونادمات خبر لا النافية للجنس. لكن لو قلت لا ناصرات حق، لا ناصرات حق مهانات أو ما
مذمومات أو نادمات، فهذا يعني أني أتحدث عن المضاف. فهذه اللام حرف الجر هي التي حولت من المضاف إلى الشبيه بالمضاف. مرة أخرى نعود إلى التدريبات. السؤال السابع، بين نوع لا في كل جملة مما يأتي مع ذكر عمله. لا تقصر في واجبك. هل من مجيب؟ هل يستطيع أحد أن يجيب حتى ولو بالكتابة؟ هل يستطيع أحد أن يجيب حتى ولو بالكتابة؟ صلاح؟ لا تقصر في واجبك، في واجبك. تقصر هنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم السكون. صحيح. المؤمن لا يرضى بالذل، هنا فعل مضارع أيضا وفعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. هل تسمعني يا صلاح؟ يرضى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. سؤال جيم، قابلت عليا لا خالدا، ما نوع لا هنا؟ إن لا هنا هي لا عاطفة، في هذه الحالة هي تعطف خالدا على علي، فأعرب خالدا اسم معطوف بلا منصوب بالفتحة على علي، على علي. السؤال دال، لا مقصر محبوبا، ما نوع لا هنا؟ نعم، تعمل عمل ليس. تمام، هنا لا النافية للوحدة، ولا ومقصر اسم لا، ومقصر اسم ليس مرفوع بالضمة، ومحبوبا خبر ليس منصوب بالفتحة. لا مجدا في عمله مذموم، هنا لا نوعها نافية للجنس، ومجدا اسمها، وهنا تعمل عمل إن وأخواتها، هي تنصب اسمها وترفع الخبر، تنصب اسمها وترفع الخبر. أما لا شاهد زور محبوب فهي لا نافية للجنس أيضا، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر. أما هنا أحبك بلا شك أيها الأخ الحبيب، أحبك بلا شك هنا لا زائدة
مهملة لا عمل لها، والباء هنا لأنها زائدة كأن لا وجود لها مثلا، فتقول الباء حرف جر وشك اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة بلا شك. لكن لو قلت أحبك ولا شك، يبقى شك اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، والقرر محذوف جوازا تقديره في ذلك. أعزائي طلاب وأحبابي، بهذا القدر نكون قد انتهينا من لا النافية للجنس، وإن شاء الله رب العالمين سوف نلتقي في يوم الثلاثاء القادم في الدرس الثاني من القواعد. ولكني أظن أني أريد أبدأ في النصوص، وأحب أن أبدأ بشرح نص الربيع قبل اختيار الصديق حتى نستطيع أن نتواكب قليلا مع المنهج، ثم سوف نكمل شرح اختيار أو نبدأ في شرح اختيار الصديق في وقت آخر إن شاء الله. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وأرجو لكم التوفيق والسداد. وإذا كان لأحد سؤال أستطيع الآن أن أتقبل جميع الأسئلة كتابة وأجيب عليها إن شاء الله. تفضلوا بعرض الأسئلة أو كما تحبون.